والحمد لله رب العالمين. روى الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الحبيب رسول الله: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقفنا في الأسبوع الماضي على أن المؤمن الذي يريد وجه الله ويعظم الآخرة لا يسأل السؤال إلا إذا كان القصد منه هو العمل، يسأل السؤال الذي يبني عليه عمل، لأن مقصوده هو أن يعمل. فما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذن فالمسلم يسأل ليعمل، لذلك يقول: ذروني ما تركتكم. لا تكثر السؤال، فالمشغول بالأعمال ليس له لديه الوقت لكي يجادل. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكم من فرائض وواجبات لا نعملها ثم نسأل عن أمور لا علاقة لنا بها بالعمل، أمور نحن نتوقف عليها وتتوقف عليها آخرتنا، كبر الوالدين، كصلة الرحم، كالصلاة في وقتها، كصدق الحديث، كترك الغيبة، أمور معلومة من الدين بالضرورة لا بد من أن نقوم بها، فنتركها جميعا ثم نعمد إلى أن نسأل أسئلة لا علاقة لها بالعمل. فهذا دليل الشقاء ودليل الحرمان، نسأل الله العفو والعافية. ثانيا، إن هذا العمل الذي يعمله الإنسان ينبغي إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون دائما مستمرا. ثالثا، أن هذا العمل وأنت تعمله تعتقد جازما أنك تعمل، واعلم أنك لن تدخل الجنة بالعمل. فالمسلم إذا ترك العمل فقد كفر، وإذا عمل واعتمد عليه وقال أنا صاحب العمل فقد أشرك. إنما تعمل ثم تسأل الله أن يقبل منك العمل وأن يجرك عليه، فدخول الجنة ليس لها ثمن، إنما دخول الجنة برحمة الله، ودرجات العباد فيها على حسب العمل. هكذا قلنا في الأحد الماضي. ثانيا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعطي الأولوية في العمل. بماذا تبدأ؟ يا الله، وفقه الأولويات من الفقه الذي يعوزه كثير من المسلمين. أخطر ما تعاني منه الحركة الإسلامية والمسلمون هو جهلهم بفقه الأولويات، بحيث يقدمون ما يؤخر ويؤخرون ما يقدم، فتضطرب أحوالهم. حتى كتب أحد المفكرين العراقيين في سلسلة كتاب الأمة إعادة تشكيل العقل المسلم، أن العقل المسلم أصبح ملخبطا، أصبح لا يعرف ما يبدأ به ولا ما يؤخره، فيؤخر ما يبدأ به ويقدم ما ينبغي أن يؤخر، وإذا بحياته تضطرب اضطرابا خطيرا. ولذلك فالمؤمن الحق الذي يعبد الله على بصيرة ينبغي أن يعرف ما يأمر الله تعالى به أولا. فالله تعالى لم يأمر بكل الأوامر مرة واحدة، ولم ينهى النواهي كلها مرة واحدة، ولكن يأمر بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية. فلا ينبغي للمسلم مثلا أن يقدم النافلة ويترك الفريضة، محروم من قدم النافلة وترك الفريضة. إن الله تعالى لا ينظر إلى الفريضة إلى النافلة إذا ضيعت الفريضة. إنسان عياذا بالله يتشدد في مسألة الحفاظ على السواك، والسواك في الصلاة هو نافلة، لكنه عياذا بالله لا يبر والديه، مسخوط مسخوط، يأتي بأكبر الكبائر ويضيع أعظم الفرائض التي هي بعد توحيد الله بر الوالدين، فلا يبرهما، وتراه متشددا في الحفاظ والتمسك بالسواك. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ رضا الله برضا الوالدين، سخط الله بسخطهما. هذا عبد عياذا بالله يستوجب سخط الله تعالى فلا يبرهما، ومع ذلك تراه عياذا بالله يكثر من ذكر الله النافلة، يقوم الليل ثم بعد ذلك لا يصل رحمه. الرسول قال: قاطع الرحم لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع. صلي ولا اجلس؟ صلي ولا اجلس؟ إذن ففقه الأولويات هو من الفقه الذي زهد فيه الناس. قال تعالى: يعلمنا فقه الأولويات.
أجعلتم سقاية الحاج الله وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. الأعمال من جنس الحج لا يمكن أن تستوي مع الأعمال من جنس الجهاد، لأن الحج إنما ينفعك أنت، أما المجاهد فيدافع عن الأمة. ولولا الجهاد ما حج الناس، ولولا المجاهدون ما حج الناس ولا صلوا، فالذي يحمي بيضة الدين هو الجهاد فقط. الحج رغم أنه ركن من أركان الإسلام لكن أعماله لا تستوي أبدا مع من يجاهد ليبقى الحج وتبقى الأركان، فهو حارس للدين حارس للأركان. يا الله، إذن فالمولى الكريم يبين لنا فقه الأولويات. إذا حججت حجة الفريضة فعليك أن تنفق المال في الفريضة، لأنك لو حججت المرة الثانية فحجك الثاني نافلة، فكيف تنفق المال في النافلة وتترك جارك جوعان والإنفاق على الجار من الفرائض؟ فما زال جبريل يوصين على الجار حتى ظننت أني أنه سيورثه، وإن الإنفاق على الجائع وإطعامه هو من الأعمال المشروعة الواجبة شرعا وظرفا. فلا بد من فقه الاولويات. السيد تقول له ودي ما تمشيش تحج الا عمرك حجيت الاولى والثانيه، يقول لك الشوق قتلني الشوق. اتعبد الله بما امر ام تعبده على هواك؟ قال له الشوقت. وان قلت لك اتحب الله؟ نعم. اتحب امر الله؟ نعم. اتحب ان تنفق اموالك في امر فرضه الله فيعطيك الله تعالى بالدرهم 700 ضعف أحسن لك من أن تعود للحج نافلة؟ قال قل لي. اطبع المصاحف وأرسلها إلى دول لا تجد المصحف لتقرأ القرآن، فالإسلام مهدد بالتنصير. أطعم الصوماليين الذين يموتون جوعا وهم إخوانك في الدين. ابن المساجد في الدول التي لا يعبد فيها الله. ابن المدارس التي تخرج الفقهاء والدعاة والآئمة. هذا واجب، سيجزيك الله تعالى الأجر كأنك تقوم بالركن والواجب. أما إذا حججت المرة الثانية فإنك إنما تقوم بنافلة. يقول لك لا أستطيع. قل إنك تكذب في دينك، لا تدعي أنك تحب الله. فمن أحب الله فليحب ما يحبه الله، والله يحب لك الذي يأتيك من عمله الأجر الكثير. لا إله إلا الله. قال رسول الله لابن مسعود وهو يسأله يبين فقه الأولويات، يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. الله 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 الله، في الأعمال في الحالات العادية. قال ثم من ثانية؟ قال بر الوالدين، لأن الإحسان مع الله هي العبادة العبادة. ثم بعد ذلك الإحسان إلى الخلق. أول من يستحق الإحسان هو من كان سببا في وجودك، الوالدين. ثم أي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود ولو استزدته لزادني. فبين أن أعظم الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، هكذا بترتيب: الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. قال في كثير من الأسئلة: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان ملزوم، إيمان ملزوم. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال صلة الرحم. يعني أحاديث كثيرة، إذا سئل النبي من قبل أحدهم نظر إليه وعرف حاجته وعرف الأولويات التي يصلحه الله بها. فما يصلح الله بها هذا لا يصلح الله بها هذا، لأن ظروف هذا في بيئته وقبيلته تختلف عن هذا. فرسول الله الخبير بنفوس البشر كان يضع الأمر في مكانه عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يبين مراتب هذه الأعمال. إذن فمقصودي من هذه الكلمات القليلة، وإلا فإن الموضوع يتطلب وقفة طويلة، ومن أراد أن يتبحر ويتوسع في فقه الأولويات فليقرأ كتابين للشيخ القرراوي: فقه الأولويات، ثم فقه الأولويات بالنسبة للحركات الإسلامية. فيقف
عند هذا الفقه طويلا ليعرف كيفية تأصيله في الشرع وكيفية العمل به، وكيف أن أمة رسول الله في آخر الزمان ما فسدت أحوالها لأنها إنما أصبحت تؤخر ما يقدم ويقدم ما يؤخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه وقفة سريعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ترك المنهيات عن تأدية الواجبات في الحديث: إذا أردت أن تعمل ذروني ما تركتكم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ثم ما أمرتكم به. أي قدم ترك المنكر وترك الحرام عن تأدية الواجب والركن. يا الله! واستخرج العلماء، علماء الأصول، من هذا الحديث قاعدة، وهي درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. واستخرج منها علماء التصوف في التربية: التخلية قبل التزكية. إذا أردت أن تزكي نفسك وتطهرها فلا يمكن أن تطهرها إلا إذا أخليتها من الأمراض. إذا أردت أن تسلح قلبك بالفضائل فأولا أخرج منها الرذائل. فالتخلية قبل التحلية، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وهكذا. هذه أولوية الأولويات. فالله تعالى يطلب منك أن تترك المعصية، أن تترك المنكر قبل أن تتقرب إليه بالطاعة. فالطاعة يستطيعها البر والفاجر، ولكن لا يستطيع ترك المنكر إلا الأولياء، إلا المقربون. يا الله يا الله يا الله! لا إله إلا الله، محمد رسول الله. سبحان الله! هذا أمر عجيب. مطلوب منك أن تترك المنكر أولا، لأن المنكر منهي عنه بالأصل. وإنما الفرائض التي تعملها إنما تعملها على قدر طاقة الإنسان، فلكل طاقته، فاعمل بما تستطيع وتقرب إلى الله على القدر الذي تقدر وتستطيع. أما المنكر فلا رخصة فيه أبدا أبدا أبدا. ما نهيتكم عنه فالأمر محسوم فيه، لا تفعلوا، لا تفعل. يا الله! قال العلماء: ما تقرب المتقربون إلى الله بشيء أحب إلى الله من ترك المعصية. يا الله! ما تقرب المتقربون إلى الله، عقل عليها، بشيء أحب إليه من ترك المعصية. الله! وقال بعض العلماء: الطاعة يستطيعها البر والفاجر، ولا يستطيع ترك المعصية إلا من نصره الله على نفسه وألجمها بلجام التقوى وراقبها وخاف عقاب الله. الله! وقال ميمون بن مهران: ذكر الله حسن، لكن أحسن ذكر الله هو طاعة من طاعة، ذكر الله حسن، ولكن أحسن منه أن يذكر العبد ربه عندما يهم قلبه على المعصية فيتركها. الله! ذكر الله حسن، 100,000 لا إله إلا الله حسن، لكن أحسن من مليار لا إله إلا الله تقولها بلسانك. أحسن منها أن تذكر ربك ذكر حال عندما يستزلك الشيطان عند المعصية، فتنهزم أمام شهواتك، وتنهزم أمام إغواء إبليس، وتجد نفسك ضعيفا وقاب قوسين أو أدنى أن تسقط في المعصية، فتقول: إني أخاف الله. الله! من يستطيع؟ من؟ يوسف عليه السلام حينما أدخل إلى السجن وخرج العزيز، وبقيت تلك التي كانت تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. يا شباب يا شباب، يقولوا لي أولياء الله نمشي ونزوره عمرة، نمشي ونزوره سيدي ميمون، نمشي ونزوره سيدي يحيى. أولياء الله هم هذا الشباب الحيين للحم الحرام يعرض في الأسواق ويقولون كما يقول يوسف: ما يمنعني من ارتكاب الفاحشة لا قانون ولا أي أحد، أنا مطلق الحرية في أن أفعل ما أشاء في مجتمع فقد الدين سلطانه على الناس.
فالذي يجعلني لا أرتكب الفواحش في مجتمع أشيعت فيه الفواحش هو الخوف من الله. الله الله، ما هذا؟ هؤلاء هم الأولياء. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لم يذكر النبي من صلى كثيرا، من صام كثيرا، من حج كثيرا، لم يذكر في السبعة الذين يظلهم أولئك الذين فعلوا الطاعات، إنما ذكر أولئك الذين قهروا أنفسهم عندما دعتهم للمعصية ودعتهم للتجرع على حدود الله، فذكروا الله ذكر حال واستشعروا قربه واستشعروا أن الله يراهم وأنهم بعين الله، فتركوا الأمر لله. وغلقت الأبواب، ولم تقل غلقت أو أغلقت، غلقت الفتح. سورت شحال من كابنا، الباب في الباب في الباب، مشي باب الأبواب، هالباب هذا الباب هذا الباب، شحال قدك تحل من الباب باش توصل الغرفة؟ الغرفة في وسط القصر، والأبواب المؤدية إلى الغرفة أبواب، إنه الأمان، لا تخف ولا تخشى، ثم إنك عبد وهذه سيدتك، وليس للعبد أمام سيدته التي تملكه إلا أن يطيعها، فليس له أبدا أبدا أن يعصي أمرها. هذا ما مشيش، هذا عبد هذا. ثم إنه عزب، شاب عذب، وهذا من أقوى الدواعي التي تدفعه بقوة إلى ارتكاب الفواحش. رابعا إنه غريب، لأنه لو كان في حيه لاستحيا من أبناء حيه أن يعرفوه، لكن إذا كنت في مكان لا يعرفك أحد تكون أكثر جرأة على ارتكاب المعصية. السيد من يكون في وجده يحشم، كيمشي لفرنسا وما يكون معه حتى واحد يعرفه، إن لم يكن يراقب الله تعالى فعل في الغربة ما لم يفعله الشيطان. وقد رأينا إذا تملص وتخلص الإنسان من رقابة الأهل والأقارب والمعارف وخرج إلى بلد لا يعرفه أحد وكان غريبا، فإن سلطان رقابة الله غير موجودة، إضافة إلى عدم وجود رقابة سلطان رقابة الناس والأقربين، أنا ذاك فقد يطلق كالوحش والعياذ بالله في البرية ينتهك المحارم. هو غريب، هو غريب. ثم بعد ذلك إنه شاب غير متزوج. يا الله، لو كان متزوجا لقلنا إن هذا لا يريد أن يدخل الحرام على زوجته، لا يريد أن يخون زوجته، هذا إنسان لا زوجة له ولم يتزوج أصلا. كل دواء ارتكاب الفاحشة عند شاب لا زال لم ينبه، عندك الخبر راه ماشي نبي، مازال ما ولاش نبي، لم يرسل بعد، راه بحالك بحاله. لا تقل إنه نبي، لا، لقد وقع ليوسف هذه الفتنة قبل أن يصير نبيا، كان عاد شاب، كان عاد شاب، لم يكن قد أرسل. إنه مثلك الآن، إنما أكرمه الله بالنبوة لأنه انتصر على شهوته وقهرها في مكان لا يستطيع قهرها إلا صادق. الله، فقالت هيت لك، إذن فهي التي دعته، فلما لم يرد وأراد أن يفر هي التي صارت تجري وراءه حتى قدت قميصه من دبر. يا للفتنة! وهو يقول قالت هيت لك، فدفع الغواية والمعصية بثلاثة. الله، دفع هذه الغواية الصعبة التي لا يستطيع، كاين اللي يظل يصلي ويبات يصلي ويظل جالس عند البيبان يشوف النساء، يصلي ويظل يشوف النساء، وش دارت له الصلاة؟ شوف هذا السيد هذا مبلع عليه الباب، مازال ماشي نبي، مازال ما، سبحان الله، معاذ الله. فرد المعصية بذكره لله. قول لي هذه معاذ الله وش حال تساوي من لا إله إلا الله اللي يقولوها الناس؟ شحال؟ شالسة. هذا يقول 100 ألف لا إله إلا الله في النار وينوضي يهدر مع يخرج بالجامعة يبقى يهدر في عباد الله. أش دارت له لا إله إلا الله؟ أش دارت له؟ هل تسرب نور لا إله إلا الله من اللسان إلى القلب فرسخ، فإذا به يعرف حقيقة لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها؟ لا، يقولها والسلام باللسان. أما هذا اللي قال معاذ الله هنا،
والله لن يستطيع أن يقولها إلا من راسخت أسرار الإيمان وأسرار لا إله إلا الله في قلبه. الله، مش حال تسوي هذه من لا إله إلا الله اللي يقولها؟ أنا مش حال بخ بخ معاذ الله. ثم انظر يشير إلى البعد الآخر وهو البعد الأخلاقي. إنه ربي أحسن مثواي، هذا الملك هذا سيدي جاء بي واشتراني وأكرم مثواي. أمن الأخلاق الطيبة ومن الوفاء لمن فعل فيك الجميل أن ترد والعياذ بالله على الجميل بالمنكر؟ إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، يقول المنبي، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا. أكرمك الرجل وتولي له في مرطو؟ أعوذ بالله الخزي. سأل رسول الله أصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الرجل بعشرة أبيات أهون عند الله من أن يزني بحليلة جاره. اللي دار فيك الخير تزني بعشرة بعاد عليك ما داروش فيك الخير، أهون عند الله من أن تزني بحليلة جارك. قال وما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون عند الله من أن يسرق من بيت جاره. الأولويات لا إله إلا الله. إذن إنه ربي أحسن مثواي الأخلاق. ثم البعد المقاصدي، فقال إنه لا يفلح الظالمون، لأن الذي يظلم لا يفلح، ومآل الظالم وعاقبته الخسران. ومن زنى زني به وهو دين عند الله، من زنى بأي زني به حتى يزنى به في عقر داره. من زنى زني به، بروا تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. إذا أردتم أن يحفظ الله أعراض بناتكم ونسائكم فاحفظوا أعراض الناس، فمن اعتدى على أعراض الناس فهو دين لن يموت إن لم يتب حتى يقع له ما كان والعياذ بالله يرتكبه في حق المسلمين. الله، بعد عقدي معاذ الله، بعد أخلاقي إنه ربي أحسن مثواي، بعد مقاصدي إن المقصد والغاية التي تؤول إليها من يعصي الله هي العاقبة السيئة، هو الخزي، هو البوار، هو الشنار، هو الخزي عياذا بالله. شوف أيهما أعظم في الذكر؟ اللي يظل ميات من النهار كامل هو في الجمع يقول لا إله إلا الله ويذكر سيد ربي، أم هذا الذكر عندما أبتلي هنا بالمعصية؟ إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول مثلا، انظر إلى هذا الرجل، جاءته ابنة عمه وكان يعيش والدها في ضنك، فأرسل الوالد ابنته إلى ولد عمها وكان ممن يسر الله عليهم، فسألته بعض ما تقتات به وتستر بها وجوه والديها وإخوانها، فيقول لها وكان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء. جابك ربي، شو جابك؟ لن أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك. الله، فقالت يا ابن العم أنا ولد عمك، مالك أنا بنت عمك وهذاك عمك؟ قال لها ما تبقاش تخلق عليا، كاين شي ناس الله يستر يا رب، انا اقول لك حتى تمكنيني من نفسك. فقالت يا ابن العم اذا كان لابد فاغلق الابواب، فاغلق جميع الابواب. قالت عد فاغلق الابواب يا ابن العم. قال اغلقتها جميعا. قال لعله يعني ثمة نافذة صغيرة او كوة لم تراها فاغلقها. قال بعد أن طاف في مساحة البيت أغلقت جميع النوافذ. قالت يا ابن العم إن كنت أغلقت الأبواب والنوافذ حتى تستر عن أعين الخلق فهل ذلك بمقدوره أن يسترك ويسترني عن عين الله؟ مش تذكر كده؟
مش ذيك الصحيح. فاستكت أسنانه وارتعدت فرائسه. قال يا ابنة العم ذكرتيني بعظيم، خذي ما شئت خذي ما شئت. فقال في الغار وهم الثلاثة الذين آووا إلى غار: رب إن كنت فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا. فإذا بالصخرة التي سدت فم الغار تتزحزح من مكانها. الله، شوف للذكر، شوف ترك المعصية، ترك المعصية على القدرة عليها. من يستطيع إذا أعطي الرشوة 5 ملايين في الملف فيردها ويقول إني أخاف الله، يجيب جلبة بيضاء ويصلي لك في الصف الأول، ولكن حينما يعطى 100 ألف 20 ألف يقبضها ويأكل الحرام. ولعن الله الراشي، أي مطرود من رحمة الله، صلى أو صام، لعن الله الراشي والمرتشي والراش. الله الله. الحسد معصية يقول فيها رسول الله، لأن بعض الناس حينما يتحدثون عن الحسنات والسيئات يقولون إن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، ورسول الله يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هي تمحها الحسنة بعد الحسنة بعد السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولكن ما سمعت أحدا من العلماء يتحدث على أن السيئات ليس فقط تمحو الحسنات ولكن تأكلها. إذا ذكر الله بأن الحسنات تمحو السيئات فإن النبي ذكر أن السيئات لا تمحو فقط، تأكلها. قال رسول الله في معصية وهي معصية من معاصي القلوب: الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. لا لا، بل ذكر معصية من معاصي القلوب: لو وجد شيء قليل منها في قلوب العباد ما دخل الجنة، ولو صلى 1000 عام بين المقام والحجر. فقال: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. الكبر معصية، الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي. وإن عبدا جرى ثوبه خيلا مشى مختالا بين صفوف الناس متكبرا متعجرفا جلجل وزلزل الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الله، ماذا أقول عن المعاصي؟ ماذا أقول عن المعاصي؟ ماذا تقول عن الحسد، عن الكبر؟ ماذا تقول عن الكبائر؟ ماذا تقول عياذا بالله في هذه الأعمال القبيحة؟ اسمعوا إلى الحديث الصحيح لرسول الله: عبد عابد من بني إسرائيل في صومعته 60 عاما لم يحدث فيها معصية قط، فلما نزل الماء من السماء فاخضرت الأرض فقال له إبليس: عليك أن تطل من النافذة على جمال الطبيعة. فأطل، فإذا في المروج امرأة، وإذا به تراوده، وإذا به يسقط صرعا أو صريعا بين يدي المرأة فيقع عليها فيزني بها 60 عاما. لذلك فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. العبادة بلا علم، العبادة بلا علم مهما ولو مهما ولو. مسكين كان يعبد، كان بوحده، ولكن يتخلط مع الناس راك تشوف. خيركم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خيركم الذي يعيش مع الفتن ثم يصبر وينهى الناس عن الوقوع في الفتن، أولئك أعلام الهدى، أولئك خيرة خلق الله. فإن الله تعالى ما خلا زمان ولا مكان من قائم لله بالحجة ليشهده عليهم يوم القيامة. الله. فلما قضى وتره من الزنا جاءه ملك الموت. يا الختام، يا الختام، 60 عاما ويختم له بالزنا. لكنه كان قد خرج معه كسرى من الخبز، فلما وصلت الروح الحلقوم مر عليه مسكين فأشار بالكسرة فأخذها الجائع.
قال رسول الله: فيوقف بين يدي الله، فتوضع عبادة 60 عاما في كفة، وتوضع الزنية الوحيدة في حياته في كفة، فترجح كفة الزنية على 60 عاما. زني مرة تحبط لك عبادة 60 عاما. يا الله، الحديث صحيح: ولا يزنون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وحينما تحدث عن الزواج بالمحرمات قال: إنه كان فاحشة ومقتا، زاد لها مقتا، لأن الزنا بالنساء الخرات هو فاحشة. أما أن تزني بالمحرمات أختك وبنتك كما وصلنا له، زنا المحارم اللي في المحاكم، هذا أمر لا يتصور، هذا أمر غريب يقع في أمة الحبيب، هذا أمر لو عرض على الحبيب في قبره لبكى لانتهب مما آلت إليه أمة رسول الله. ما هذا؟ ما هذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرجحت كفة زني على عبادة 60 عاما، لكن لما كان قد سبق له من الله الكرامة أخرج في يده الكسرة، كسرة الخبز، فأعطاها للمسكين وهو لم يكن ينوي أن يتصدق بها. لو لم يأته الموت فجأة ما تصدق بها، لأنه طعامه الوحيد الذي كان يدخره لأيامه السوداء. فوضعت تلك الكسرة مع عبادة 60 عاما، فرجحت كفة الحسنات قيد أنملة لينجيه الله إكراما له لعبادته ربه 60 عاما. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالشاهد عندنا، حتى لا أطيل في هذه النقطة، أن قليل الطاعة مع عدم فعل المعصية خير من كثير الطاعة وارتكاب بعض المعاصي، لأن كثير الطاعة مع ارتكاب المعاصي، إن كانت المعاصي من جنس الزنا أو الكبر أو الحسد أو الكبائر، آتت على الصالحات والحسنات التي تقرب إلى الله بها 70 عاما مرة واحدة. لكن قليل العبادة مع عدم فعل السيئات تلقى الله بحسناتك كالجبال، أي سليمة. والله تعالى حينما تحدث عن الحسنات لم يقل لك افعل الحسنات، لا، قال لك كل الناس يستطيعون أن يتقربوا إلى الله بالحسنات، قال لك تقرب إلى الله بالحسنات وحافظ عليها حتى تلقى الله بها يوم القيامة. لأن العبد قد يفعل الصالحات ثم يبطلها بالمن والأذى، ثم يبطلها بالرياء، ثم يبطلها بالعجب، ثم يبطلها بكثير من مبطلات ومحبطات الأعمال. فمحبطات الأعمال كثيرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد للوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رضينا بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وحكما، وصلى الله على حبيبنا محمد. إذن المولى الكريم لم يقل لك افعل الحسنة فقط، لكن قال: من جاء بالحسنة، أي من جاء بها سليمة يوم القيامة. وما أكثر ما يطفئ هذا النور، فالحسنة تشبه العارفون كإنسان له شمعة ويريد أن يصل بها في طريق مظلمة إلى الهدف، لكنه وهو في الطريق إذا بالهواء والبرد يأتيه من كل جهة. إذا أنت عندك شمعة وراك غادي في الليل في الطريق وبغيت توصل للدار نتاعك وكاين البرد وبغيت ما تطفالك الشمعة توصل بالشمعة، كي ديرها؟ منين يجي البرد كي دير؟ ديرها جمنا. فليس المقصود هو أن تفعل الحسنة، ولكن المقصود هو أن تصل بها إلى يوم القيامة سليمة. لأن كثيرا من الناس يقترفون الحسنات، لكنهم لمجرد اقتراف الحسنة يصابون بالعجب، والذي يصاب بالعجب حبط عمله. بالعجب لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى،
يبطلها. والله يقول في سورة محمد: ولا تبطلوا أعمالكم. هنالك من يعمل ولكن يبطل عمله، عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، يبطل عمله بكثير من المثبطات والمحبطات للعمل. نعود إلى الموضوع. إذن فأولوية الأولويات بالنسبة للمسلم هي أن يترك هذه المعاصي أصلا ليسلم له العمل الصالح إذا تقرب إليه. يا الله! ولذلك تجد صحابة رسول الله خير الأجيال كانوا عليه الصلاة والسلام يكرهون المعصية كما يكرهون أن يقذفوا في النار. تقذفه في النار أهون عليه من أن يعصي الله. يا الله! تجد عبادته قليلة لكن لا تجده يعصي الله أبدا. قال رسول الله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره قلبه يكره المعصية، وأن يكره أن يعود إلى المعصية بعد أن أنقذه الله منها، كما يكره أن يقذف في النار. يقذف في النار أهون عليه من أن يعصي الله. يا الله! قال إبراهيم بن أدهم: لو أوعدني الله بسجني 40 يوما في الحمام إذا عصيته لكان ذلك أدعى أن أترك المعصية، فكيف وقد أوعدني بالخلود في نار جهنم؟ لو أوعدني وخوفني أن يحبسني جراء معصية 40 يوما في حمام لكان ذلك أدعى أن يدفعني بعيدا عن اقتراف المعصية، فكيف وقد أوعد العصاة يوم القيامة بنار تلظى ويمكث فيها خالدا مخلدا؟ كيف تعصي ربك؟ كيف تعصيه؟ أمة كثرت فيه المعصية ويقول لك انتصر لأمة انت محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تحذر من المعصية أكثر من حذرها من عدوها. فلقد كان عمر يكتب لسعد بن أبي وقاص حين فتح المدائن في العراق: بسم الله من عبد الله عمر إلى أسد الله ورسوله سعد، سلام من الله عليك، فإني أوصيك والذين معك بأن يحترزوا من المعصية، فإن الأمة تخاف أخوف ما تخاف من ارتكاب المعصية أكثر من خوفها من عدوها، فإننا إن تركنا المعصية واستمسكنا بالتقوى نصرنا الله بالتقوى وانهزم أهل القوى، وإن عصينا الله فاستوينا في المعصية كانت الغلبة للأقوى لا للتقوى. تكون الغلبة للتقوى إذا اتقى أهل الإيمان ربهم واحترزوا من عدوهم المعصية، أما إذا استوينا في المعاصي فإن الغلبة للأقوى كما هو حالنا اليوم. قال الله يقول لأهل أحد لما انهزموا: كيف انهزمنا ومعنا رسول الله؟ قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، منين جتنا الهزيمة؟ منين جت؟ قل هو من عند أنفسكم، إن هزمتم أمام شهواتكم، إن هزمتم أمام شيطانكم، إن هزمتم أمام المعاصي فعصيتم ربكم وبارزتم ربكم، فكيف ينصر الله من يحارب الله؟ أي فضل لكم عليهم؟ ولذلك اليهود 5 ملايين ينتصرون على 1,600,000,000، ويوجد الآن بيت المقدس أسيرة وباب المغاربة تهدم وجدار وحائط البراق سموه حائط المبكى يهدمونه في هذه اللحظات، ومليار سكت، غثاء كغثاء السيل كما قال رسول الله. إذا عصت الأمة ربها وتجرأت على المعاصي مقتهم الله ولم ينظر إليهم ولن ينصرهم حتى يعودوا إليه صادقين. أقسم بالله لن ينصرنا الله ولو ملكنا كل وسائل القوة، لن ينصرنا إلا إذا نصرنا الله كما قال الله.
إن تنصروا الله ينصركم فكيف وأنتم تحاربون ربكم. احترزوا بالمعاصي أمة واحترز بالمعاصي فردا، لأنك ستسأل يوم القيامة لوحدك يا الله. ثانيا، إن أصحاب رسول الله حينما كان الأحد منهم يعصي ربه، أتعرفون ما الذي كان يحدث؟ اسمعوا للغرائب، اسمعوا لخيرة الخلق بعد الأنبياء، اسمعوا لهؤلاء الصنف والطراز الفريد الذي شكله الله مرة في التاريخ ولم يعد تشكيله ثانية. اسمعوا، ماعز الأسلمي، ماعز الأسلمي شاب زنى، وكان الزنا الذي وقع فيه مع جارية، جارية عند رجل كان يعمل عنده، هذه جارية مش احتمرة، جارية من الإماء. يا الله، فلم يتركه إماء، ألقى الله بجريمة الزنا. وراني غادي الناس كتزني في رمضان، تدير المواعيد في رمضان، كتبوا لي قالوا لي ليلة 27 زنيت. فوش ده وش؟ قال ألقى الله زانيا، ماذا سأفعل؟ والله لأعرضن أمري على رسول الله، ولو عرض أمره على النبي بينه وبينه لهان الأمر. كان من الأولى والأليق أن يقول له النبي، لم يسمع أحد، لم يسمع أحد، اترك الأمر بينك وبين ربك، تب إلى الله، استر نفسك، كان هكذا. لكن الرجل لم يرد أن يكون الأمر بينه وبين رسول الله، تركهم حتى أتم النبي الصلاة بالمسلمين، فنهض من وسط المسجد وكل الناس لا زالوا في المسجد ليسمعوا كلهم ما يقول، فقال للنبي بعد أن سلم، يا رسول الله، لقد زنيت، بأي وجه ألقى الله؟ أريد أن تطهرني من جريمة الزنا حتى ألقى الله طاهرة. احنا ولا عندنا لوطيلات، العري، أماكن الفجور، ونصوموا ونصوموا، وفي الليل الشوارع، اللقاءات لذبح الفضيلة. أنا من يكذب؟ أنا من يكذب؟ أنا مرة يكذب بنادم على ما كاين لا موت لا آخرة لا لقاء سيدي ربي. شنو هاد الغريبة هذه؟ سيدي ربي روح له نيشان، كيما جا له هذا نيشان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنما أسقط في يده فلم يجد ما يقول، قال ماذا يقول الرجل؟ أما أتوه له؟ واش ما عندوش العقل؟ قالوا لا يا رسول الله، هو في كامل قواه العقلية. قال شموا فمه لعله يكون سكرانا. فشم أبو هريرة فمه فقال يا رسول الله أنا شم فيه رائحة السكر، ما سكر في جاهلية ولا إسلام، إنه الشاب الصالح ماعز. يا الله، قال اقترب يا رجل. فاقترب ماعز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك قبلت. دخل رجل إلى حانوت كانت فيه امرأة تبيع بعض البضائع فقبلها، فذهب إلى رسول الله فقال طهرني يا رسول الله قبلة فقد قبلت امرأة. فسكت النبي عنه حينما قال قبلت، فلما سلم قال طهرني يا رسول الله فقد قبلت امرأة. قال لقد أنزل جبريل الآن قرآنا في شأنك إلى يوم القيامة، أقم الصلاة لدلوك الليل إلى غسق الفجر، أقم الصلاة لدلوك الليل لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال في سورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقد أنزل الله فيك قرآنا، هل صليت معنا العصر؟ قال نعم. قال قد غفر الله لك، غفر الله لك قبلة. أما هذا فيقول هل قبلت؟ لعلك قبلت. قال زنيت يا رسول الله. يا رب يا رب. قال لعلك قبلت ولمست، زاد اللمس شو سيدني أربع مرات. قال بل زنيت. قال لعلك قبلت ولمست يا الله. قال زنيت يا رسول الله. قال لعلك. قال يا رسول الله لماذا لا تريد أن تطهرني؟ والله لقد أصبت منها ما يصيب الرجل من زوجته.
فحفرت له حفرة. إيه يا سيدي، عطلنا الحدود فتعدينا كل الحدود، رسم الله لنا حدودا لنعيش مكرمين معززين، فحطمنا كل الحدود حتى صرنا نصدر بناتنا للخارج رقيق، وصرنا نعرض صور بناتنا عاريات يمارسن الجنس على السيدي، وصار السرفات الملعون البلجيكي يقول: تمنيت في حياتي أن أتبول على امرأة متحجبة، فاستطعت أن أتبول على مغربية متحجبة. مش من حال اللي بخدنا، مش من سمعة اللي عندنا، مش من سمعة اللي عندنا، مش من سمعة اللي عندنا، مش هذه حالتنا احنا، هذه سمعتنا احنا، هذا هم المغاربة، هذا هو ثالوث الموت، هذه الرجولة، هذه بلد أسد بن فرات، هذه بلد يوسف بن تاشفي، هذه البلاد. يا الله، فحفرت له حفرة فرجم حتى الموت. فقال فيه أحدهم: لعنة الله عليه، كان عليه أن يستر نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مشى بعيدا: يا فلان يا فلان، أجي واجي واجي. قال: وماذا؟ قال: انزلا إلى جيفتي، واحد الجيفة على الحمار، انزلا إلى تلك الجيفة فكلا منها. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل الجيفة؟ قال: والذي بعثني بالحق لقد أكلتما لحم أخيكما، ووالله إنني رأيته في خرفة الجنة يسيح. لقي الله طاهرا. وبعد أيام جاءته الغامدية، امرأة ماشي غير رجال، كرجال كنساء، جاءته الغامدية فلم تريد أن تلقى الله ملطخة بالزنا. قالت: يا رسول الله زنيت. قال: ماذا تقولين؟ يا ربي يا ربي يلطف يا ربي. قالت: لا أطيل معك الكلام، أتريد أن تردني كما أردت أن ترد ماعز؟ باش ما يزيدش معها، لعلك لعلك لعلك، أتريد أن تردني كما أردت أن ترد من قبل ماعز؟ لا لا. قال: ولكنك حامل. قالت: إن الجنين يتحرك في أحشائي. قال: لا سلطان لنا على جنينك، إن كان لنا سلطان عليك فإن البريء الذي يتحرك في أحشائك لا سلطان لنا عليه، لا تزر وازرة وزر أخرى. احنا الآن الله يحفظ ويستر الناس تزني، والوليدات اللي ما يقدروش يرميوهم في الفرابي، الحمد لله الذي يحمدوا على بكر سواه، اليوم الفرابي راه مقبضهم ويبيعوهم، كان ذاك القسم تاع البزاوز اللي يبيعوهم، يبيعوهم بالفلوس. تعرفوا شي فين راهم يرميوهم الوليدات؟ كل صباح يصبحوا مرميين في الوديان، اقسم بالله كل صباح يصبح وليدات يزقيو في الميكا في الوديان. وإذا كثر اللقطاء في أمة رسول الله فلينتظروا مسخا أو زلزالا. كثر اللقطاء حتى حينما أصبحنا نتحدث عن بيوت الإيواء أصبحنا نتحدث عن إيواء من لا يعرف له أصل ولا فصل. أما إيواء اليتامى لا لا، لتملى لا ندب لا. حتى أموال الأمة أصبحت تصرف على اللقطاء، وما حقهم، حقهم حتى هم مساكين، ولكن الآخرين الذين جاءوا بناء على عقد شرعي يموت للا، عندهم ما يتيم عندهم. شوفوا شوفوا الاتجاه فين رحنا غاديين. يا الله. فقال لها: اذهبي حتى تضعي ابنك. فجاءت به وقد وضعته. كان في مكانها تهرب وتطلب اللجوء السياسي. يا لو كان شمر الآن في العالم ديال الفواحش الذي يدعو لنصرة الشذوذ وليس فقط الزنا، لو طلبت أو لو سمعت جمعيات حقوق الإنسان في العالم أن فتاة يراد تطبيق شرع الله عليها لأنها زنت وهي محصرة لقامت الدنيا ولم تقعد. ولا كل شيء الناس يقول: لا أروح عندنا نعطيك اللجوء، نعطيك الدار، نعطيك كذا، غاجي ما نخلوكش عندك الإرهابيين المسلمين الإرهابيين، نخلوكش. هي ما هربتش،
فجاءت بالولد بعد أن ولدته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطمي والوالدات يرضعن أولادهن حملين كاملين وسنتان من الفسحة. كان لها أن تغير من رأيها، لكنها جاءت بعد سنتين والولد يمشي على قدميه وفي يده كسرة، تقول له: لقد استغنى الولد عن صدري وعن حليبي، إنه يأكل الخبز ولا رجل، فأقم علي الحد. لله ضرك، لله ضرك. أي جيل هذا؟ أي جيل هذا الذي استحق النصر من الله؟ إنه يكره المعصية، فإن سقط فيها لا يريد أن يلقى الله بها، يريد أن يطهر وأن يقام حد الله عليه في الدنيا ليذهب إلى ربه ورقة بيضاء وليدخل الجنة بغير حساب. فيحفر لها حفرة. والرجم يا إخواني ليست نزهة يتنزه الواحد في البستان، لا والله، إنه الحجر ثم قداش يضربها للرأس. عشان ماشي سهلة سيدي، ماشي نزهة. أن يسلم الإنسان نفسه ليرجم، هذه ليست نزهة، هذه ماشي ضربة نتاع الرصاص، هذه ماشي كوردة، هذه الرجم بالحجر حتى الموت. الله. ورجمت، وقال فيها الحبيب صلوا عليه: لقد تابت المرأة الغامدية توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. الله. لقد تابت الغامدية توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة. شكلهم الأنصار المهاجرين خيرة الخلق. لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فرجمت ولقيت الله تعالى طاهرة من ذنب ارتكبته في الدنيا، فقال رسول الله: رأيتها في الجنة كما رأى ماعزا في الجنة. الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثالثا، سنتحدث الآن إن شاء الله تعالى على خطورة الذنوب وأثرها على الفرد والمجتمع، ولكن قبلها نمهد لها بالحديث عن عنوان كبير هو: إلى كم تنقسم الذنوب؟ لنعرف خطر الذنوب، لأننا نتحدث عن فقه الأولويات. فإن كان من أولى الأولويات ترك الذنوب، فوجب علينا أن نعرف أكبر الذنوب ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ولذلك يقول مولانا في كتابه الكريم يبين أقسام الذنوب، قال تعالى في سورة النساء وأنتم تقرؤونها دائما: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لا إله إلا الله. إن تجتنبوا كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فذكر نوعان من الذنوب: الكبائر والسيئات. إذا اجتنبتم الكبائر يتولى الله تكفير السيئات. إذن فينقسم وتنقسم الذنوب إلى كبائر وسيئات، أو كبائر وصغائر، كبائر وصغائر، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الكبائر والصغائر كما سنرى أن الله تعالى يكفر الصغائر بالطاعات، لكن الطاعات لا تكفر الكبائر. قال رسول الله، أنتم تسمعون هذا الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. كنت تسمعوا من قام رمضان إمام غفر له ما تقدم من ذنبه ويحسب لي ذنوب كاملة، ويسمع عودك من صام رمضان إمام غفر له ما ويحسب قاعد الذنوب كاملة. ولكن بيشوف شوف كيف يقيد هذا المطلق: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، فعلا كفارة لما بينهم من السيئات. زيد إن اجتنبت الكبائر. فدل الحديث، هذا الحديث قيد المطلق، هذا كيسموه الحديث الذي يقيد الحديث العام، فقيده.
فقد قال رسول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نقول الحديث الآخر يقول يغفر الله لمن صام إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه من الصغائر بشرط إن اجتنب الكبائر. أما إذا ارتكب الكبائر في رمضان فالطاعات لا تكفرها. قال العلماء وما الذي يكفر الكبائر؟ قال أن يحدث لكل كبيرة توبة. فالتوبة لكل كبيرة هي العبادة التي تكفر الكبيرة، أما السيئات فتكفرها العبادات وأفعال البر جميعها. الله، لا إله إلا الله. وقبل أن أتحدث معكم عن الكبائر والصغائر وكيف تصير الصغائر كبائر، سأتحدث إن شاء الله عن تقسيمات أخرى للنبي ولبعض العلماء. أما رسول الله في تقسيم للذنوب فهنالك أمر عجيب. قال رسول الله صلى الله عليه، يا الله، لأن احنا كنتكلموا عن الذنوب، نحن الآن نستن بسنة حذيفة نسألكم عن الشر. قال كان أصحاب النبي يسألون رسول عن الخير وكنت أسأل عن الشر. احنا كنتكلموا عن الشر علاش؟ لنجتنبه، لأنه هو أولى الأولويات. لنجتنبه، نعرفهم، نعرف لأن هذا الجهل ساد بين الناس. يا الله، قال رسول الله صلوا على الحبيب، ذنوب العباد تدون في ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله، وذنوب تدون في ديوان هو في مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء واخذه وعذبه عليها، فهي إلى الله، أمرها إلى الله، والله ينظر فيها ويحكم فيها بما يريد ويقضي فيها بما يشاء سبحانه. وديوان ثالث تدون فيها الذنوب التي تبقى في القصاص فلا يترك الله منها شيئا، وهي الذنوب التي بينك وبين العباد. ذنب لا يغفره الله يدون في ديوان وهو الشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي نفس السورة في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولا ومأواه جهنم، لا ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فقد حرم الله عليه الجنة. شك حال الإنسان يبقى يحلف ويقول مثلا اليتيم يبكي وربي يزيد له فضلته، فقد اتهم الله تعالى سبحانه في قسمته في حظوظ الدنيا. الله، ربي يعطي الفرغ اللي ما عنده. الله، يتلفظ العبد بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في جهنم وما عنده خبر. والله دم وجهك ودم وجهي علاش؟ والله دم وجهك. من أقسم بالله فقد أشرك. والله هذا الخير، والله هذا الطعام، حق الملح اللي شركنا والملحاوي باش عندها تدير الملح، حق لالا مكة، حق سمار زرق زرق، حق مولى عبد القادر مولى عبد القادر. قال ابن مسعود: لا أن أحلف بالله كاذبا أهون من أحلف بغير الله صادقا. علاش؟ شو الفقه تاع الصحابة؟ لا أن أحلف بالله كاذبا
أهون من أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله كاذبا هو اليمين الغموس، هو كبيرة، لكن الحلف بغير الله ولو على الصدق شرك، والشرك أكبر الكبائر. هنا كنت صادق ولكن شركت، وهنا كذبت، هنا كذبت ولكن إني ماشي مشرك، هنا درت معصية ولكن درت أم المعاصي الشرك، هنا درت عمل لا يغفره الله ولو كنت صادقا. ولذلك قال بعض العلماء صنفان من الناس في القرآن صدقوا ودخلوا النار، وصنف كذب ودخل الجنة. قالوا من الذي صدق ودخل النار؟ قال اليهود النصارى. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وبصح بصح. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، بصح جهنم. شوف واللي كذبوا وجاءوا على قميصه بدم كذب إخوة يوسف، قال الله لهم على لسان يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. الحلف بغير الله، التمائم، أنا غير نجيب هذا ما نخسوه الكلام بزاف. من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. تجي عند المرأة نقول لها أعطيني ذاك الحرس نصب فيه والعياذ بالله ذاك الدفيش إكس بلس إيكراك، شحال درتي هذا؟ ب60,000. إي 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 يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا محروق للاك، تتاجر في ألم الناس، وتتاجر والعياذ بالله في عقول العوام الذين يأتونك رغبا ورهبا لقلة يقينهم في الله، ولجهلهم بدين الله، ولإعراضهم عن سنة رسول الله. هكذا الدين خصك تعلمهم تتولي ولا عليه تزيد له ولا لا. من ذبح لغير الله فقد أشرك. الناس كي تجي تحفر الساس باش تدير الدار يجيب الدجاجة ويذبح حلقة. علاش؟ قال لك سلموا المال اللي مكان ليه، ماشي انت اللي عندك نعمس دي التيتر على سميتك؟ كان التيتر على اسم هاروش، تيتر عند اسم هاروش، ليش هذه الغريبة هذه؟ كاين اللي راني دائما نقولها، تدخل الدار نتاعهم 100 مليون وتصب الصفيحة في الباب، وهاد الصفيحة حبيبي علاش؟ قال لك ترفد عليا البلا الصفيحة حتى كمل بابها البغل وجبتها انت وقلت الصفيحة ترفد لك البلا. وكاين اللي دار البناوات فهاد الجوا مشيت كل شيء دار فوقهم البناوات، وهالبناوات نتاع التراكتورات قال لك ترفد عليهم البلا. البنو نتاع التراكتور يرفد عليك البلا، راك تكون راكب في التراكتور به بالبناوات نتاعو وتطيح في الحفراء ويطيح عليك التراكتور ببناواته والبناوات يقتلوك. دخلت إلى منزل أحد المسلمين وهو حامل لكتاب الله، فرفعت رأسي فوجدت في الباب حجرة مبعوجة ودارت فيها الخيط ومعلقة. قلت له ما هذا؟ قال لك دارها با وبارك تشوف فقيه. قلت له زعما منين باك فقيه زعما راك دار السنة؟ ها؟ علاش درتها؟ قول لي علاش. قال لك هو زعما العين وكذا. العين؟ هذه ترفد العين؟ هذه ترفد العين؟ والله غلا نقطعها ساعه ما قديش. قال لي لا 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 لا. قلت له اقسم بالله ما راني مروح راني نقطع بابها ولا بغى هالبلا ينزل عليا مرحبا به. ياك هذا اللي شد البلا، نوقف هنا نقلعها ونخلي البلا ينزل. يلا جاب لي ذاك المنجل، النص نتاع المنجل هذاك منجل مهرس، ذبحتها به. قال رسول الله من غير منكرا من هذه المنكرات فكأنما احيا موؤودا. الله، شتو المؤودة؟ هذيك اللي كانوا يدفنوها الناس حية. من غير منكرا يمس عقيدة الأمة فكأنما أحيا موؤودة، بل كأنما أحيا صاحب الدار وأهل الدار الذين كانوا يعتقدون النفع والضر في الحجر والشجر، ونفوا ذلك عن خالق الحجر والشجر والشمس والقمر سبحانه 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 الفعال لما يريد. كنت تشوفوا شحال ديال الغريب عندنا في هذا الديوان وشحال يتكتبوا. روحوا للولية. ابن عمي سيدي ما عنديش الولاد، جيت تعطيني الولاد؟ ليه عنده قراج ديال الولاد؟ واش راكم تشوفوا؟ واش راكم تشوفوا؟ انا جيت عندك يا سيدي نطلبك وانت تطلب معايا الله. ميت اذا مات العبد انقطع عمله. تدوح المراه جابوها انا لسيدي ادريس، جات من توريت هاللي مات قبل برمضان، وجات تحكيك على ذيك الحجرة لأن كان شيء على ذيك الشجرة، واحد الشجرة قديمة تمايا كانوا يتحكوا عليها زعما اللي مريض واللي فيه التابعة واللي فيه العكس، غير يتحكك ويمشي العكس يبقى ينفض روحه بالعكس، غير يجي من تما يجي واحد أخر
يجي فرفر. شو العقلية؟ شو العقلية؟ الساعة طاحت عليها الشجرة وماتت. أنا شنو تضحكوا؟ هذا الشيء الحق. ماتت وهي تعتقد أن الشجرة التي جاءت تداويها هي التي قتلتها. داوني بالتي هي الداء، إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. ما عمره عمره اللي حرم الله تعالى. وحدة الدواء مجيت سيدي أحمد أبركان قال لك يا سيدي إن شاء الله إلا مشت تما غادي تبرع. دخلوها لذاك الولي وبلعوا عليها وقد زقي، قالوا خلوا عليها راه تزقي بزاف. قال له راه تخدم أخوي، هي سهرت. قالوا وها ربي جاب لها الراحة. حلوا فوجدوا ثعبانا قد قتلها، وجابوا جدرمية من بركان باش يقتلوه الفلفع. شتوا الجن؟ روحوا لسيدي عبد السلام بن مشيش وروحوا عند الله. يراد ترويج هذه الثقافة في الأمة لتخديرها. روحوا شوفوا واش يديروا في مكناس، يذبحوا الذبايح ويغطسوا في الدم حتى لهنا، ياكلوا الكبش خضر اقسم بالله، ياكلوا الكبش، يتمشوا على الزاج ويشربوا المقراج، ويجيو النصارى ويصوروا ويقولوا بغيتوا تولوا مسلمين؟ اوه شوفوا 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 ياكلوا الحنوشه، شوف ياكلوا الزاج، قالوا ياكل البيسكليت. أمة محمد تاكل البيسكليت ويصوروه ويقولوا للعالم خلا دارمكم بغيتوا تدخلوا الإسلام، شوفوا شوفوا المسلمين الوحوش ياكلوا الكبش في السماء والله ما ينزل غير يخربشوه. خاور بنادم ياكل لحم خضر، لحماد شا، وش الغريبة هذه؟ ما بغيش نسمي، ما بغيش نسمي. أما إذا دخلت إلى الضريح وجدت الاختلاط، النساء والرجال حالة يرثى لها. يا ربي يا ربي واش هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا ربي يا ربي واسمها الغريبة؟ أغلقوا عليها الملف، ما فيه ما يدار. ولكن أنا أقول وأنا أخرج من هذا الملف في الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا، تدون فيه الذنوب التي هي من 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 الشرك. أقول أتمنى على الخطباء والعلماء والدعاة والوعاظ أن يخصصوا دروسا يبينوا فيها الانحرافات الشركية عندنا التي نعيشها في بيوتنا. أنا ما بغيش نتكلم على السحارة، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أنا ما بغيش نتكلم على الأبراج والنجوم، اللي السيد يشري الجريدة فقط باش يقرأ على الأبراج. ورأيت مثقفين يا سبحان الله ويربط مستقبله بناء على ما تقوله الأبراج. يا الله ماذا أقول ماذا أقول؟ رأيت المثقفين ورأيت غير المثقفين يتصرفون تصرف من لا يعرف لله حقا عليه، إنما ينطلق في الحياة وقد قطع صلته بالله، نسأل الله العفو والعافية. خلينا بالله حل الملف. رجائي الوحيد أن من قلد أمانة توجيه الناس فليعطي لهذا الموضوع الأهمية، لأنه هو الموضوع الأول، فترك الشرك يأتي أولوية الأولويات عند المسلم. فمن مات، قال رسول الله، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. الله، من مات على التوحيد فقد مات على خير كثير. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق، قالها ثلاث مرات. فخرج أبو ذر وهو يقول دخل الجنة وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. لا إله إلا الله. خلونا بهذا الديوان، معمر المعاصي بتاع الشرك، معمر فيه القسم، فيه التميمة، فيه فيه فيه، خلي. أما الديوان الذي يبقى في مشيئة الله فهو إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء واخذ، هي الذنوب التي بينك وبين الله، بينك وبين الله من غير الشرك، تبقى في مشيئة رب العباد.
وغالبا إذا ستر وعفى الله في الدنيا على عبد لذنوب ارتكبها بينه وبينه إلا وكان يوم القيامة عفوه أرجى وأقرب. فما كان الله ليستر على عبد في الدنيا فيفضحه يوم القيامة، لا لا، ما ستر الله عبدا في الدنيا إلا وأتم وشمله بستره يوم القيامة. يقول لعبدي يوم القيامة، قلت لكم إن شاء الله، يدنى يدنو منه فيقول: أتذكر معصية كذا يا عبدي في يوم كذا؟ قال: أذكرها. قال: أتذكر الأخرى في مكان كذا في وقت؟ قال: أذكرها. فيتصبب جبينه بالعرق ويرى أنه هالك لا محالة، فيقول الله: وقد ترك الذنوب الأخرى. لأن الله لا يحاسب المؤمن، لأنه من حوسب ومن نوقش الحساب عذب، إنما حسابه حساب يسير. فيقول الله له: يا عبدي هل ظلمك كتبتي؟ زادوا عليك؟ قال: لا يا رب. هل إذا أدخلتك النار أكون قد ظلمتك؟ لا يا رب، إنك لا تظلم الناس شيئا. قال: يا عبدي عصيتني في الدنيا وسترتها عليك على أنظار الناس، وها أنا أسترها عليك اليوم على رؤوس الأشهاد. خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة برحمتي. كدير ما تحبش ربي، كدير ما تبغيش ربي، كدير ما تبغيش حبيبي يا ربي، يا حبيبي يا ربي. اللهم يا رب ارزقنا الشوق إلى لقائك يا رب، أعظم شوقنا للقائك. وأما الديوان الثالث هو الذي تدون فيه الذنوب التي بينك وبين العباد، وقتضت حكمة الله أن لا يدخل أهل الجنة إلى الجنة، ولأهل النار عليهم ديون وحقوق، واقتضت حكمة الله أن لا يدخل أهل النار إلى النار، ولهم على أهل الجنة حقوق. فإن يوم القيامة يقضى فيها بين الخلائق ويحشر الناس مع الوحوش. اسمع اللي كان يأكل قدامك، ذليل ذليل. وإذا الوحوش حشرت، فقال الحبيب: يوم يصير فيه الولدان شيبا شيبا، يشيب الولدان. ولو كان لك عمل ألف نبي ما ظننت أنك تنجو حين يغضب رب. فيبدأ سوق الحساب فيقضى بين البهائم والوحوش. قال رسول الله: حتى يقال للشاة الجلحاء، أي التي لا قرن لها: خذي واقتصي من الشاة القرناء، فتعطى الشاة الجلحاء قرونا يوم القيامة، وينزع للشاة القرناء في الدنيا قرونها يوم القيامة فتصبح جلحاء، فتقوم الجلحاء التي وضعت لها قرون يوم القيامة بالاقتصاص من الشاة التي ضربتها ونطحتها في الدنيا، فإذا قضى بين الوحوش الغير مكلفة يقول الله لها: كوني ترابا. أنا ذاك يتمنى الكافر قبل الحساب فيقول: يا ليتني كنت ترابا. أذلك اليوم الحق؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقولها الكافر لما يرى ما يؤول إليه الوحوش بعد أن اقتص الله ممن ظلمت. فيبقى القصاص بين الخلائق. أتدرون من المفلس؟ حديث جاء بالصلاة والصيام لكن جاء بالمعاصي فأكلت المعاصي كل الحسنات،
ظلم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، فاقتصت هذا من حسناتي على قدر مظلمته، حتى إن فنيت حسناته طرحت عليه سيئاتهم على قدر معاصي أو على قدر حقوقهم فطرح في النار. الله، نكمل لكم بهذه. جاء رجل إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، إن لي أعبد، عندي العبيد فيعملون عندي، لكنهم غير أمناء، تمتد أيديهم لمالي ورزقي، خدموا عندي ولكن فلسي، يسرقوا يفسدون. قال: فأغضب فأؤدبهم، نضربهم. وربي ربي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤتى يوم القيامة، يؤتى بالميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قال: علاش قال إن الله لطيف خبير؟ لأن الحاجة إلا كانت في الصخرة وما بايناش، إيوا، شكون اللي خص يعلمها؟ خبير. وكدير جبدها باللطف، فجاءت الخبرة مع اللطف، ما تخاف حتى حاجة تضيع لك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالميزان يوم القيامة فتوضع مظالمهم اللي ظلموك في كفة حسناتك، ويؤتى بمظالمك الضرب اللي ضربتهم فيوضع في سيئاتك، فإن رجحت كفة حسناتك راك ربحت، يزيدوا الكومة، وإن رجحت كفتهم أخذوا من حسناتك على قدر مظالمهم، وإن فنيت حسناتك وكانت حقوقهم عظيمة طرحت عليك سيئاتهم فطرحت في النار. فبكى، قال: ما لك؟ لما تبكي؟ ألم تقرأ قوله تعالى: ونضع الموازين القسط؟ قال: يا رسول الله، أبكي لذلك، هم أحرار لوجه الله. والله واحد لا جلس عندي، أنا جلس عندي المصيبة. شو الصحابة؟ شو هم أحرار لوجه الله؟ أبو طلحة، أبو مسعود البدري كان يؤدب خادمة ولم يرى أن النبي ينظر إليه، فلما رأى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبا مسعود، فلما رأى النبي سقط الصوت من يده لهيبته لرسول الله. قال: أبا طلحة، ما جلدته من جلد إلا جلدك الله مثلها يوم القيامة. شوف، قال له: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: اسمع اسمع، هذا أبو مسعود من أهل بدر، اللي قال له النبي: اعملوا أهل بدر فإني غفرت لكم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تطلق سراحه وتحرره وتعتقه للفحتك النار يوم القيامة. يا ربي، الناس عندهم الخدامات بالسلمات، ماشي يعطيهم 5000 في الشهر يزنيوا بيهم. جاتني واحد البنية تخدم على امها وباواتها، وقلنا لها ندبروا لك شي ناس اللي يديروا لك الشهرية، وتخلي على هذا الشيء، وتخلت عليه ودارت الحجاب. وقلنا لها: يا بنتي الله يرحم والديك، علاش راكي في هذه الحاله؟ علاش وصلتي لهذه الحاله؟ قالت لك: انا با مات، والعائله نتاعي ما كاش اللي يخدموا الوليدات الصغار، جيت لوجدان القهوه نخدم في القهوه، فاعتدى علي صاحب المقهى فاغتصبني، فوجدت نفسي بالضروره وتحت الاكراه في سوق الفواحش. شكون يبغي يمشي مع الرجل ويزني به ويضرب ويجرح ويذبح؟ شكون فين غادي يمشي هذا؟ فين مول القهوه؟ مول القهوة اللي ما نذكروش فين غادي يمشي؟ فين أمول القهوة؟ فين تمشي أمول القهوة؟ فين تمشي؟
فين فين غادي تمشي؟ من العام للعام تبلع القهوه وتمشي دير روحك دير العمره ياك ياك العمره. وهذه ومثيلاتها كثير ومثيلاتها كثير. إذن فنحن تحدثنا في هذه الحصة عن تقسيم الذنوب كما ورد في حديث رسول الله: ذنب يدون في ديوان لا يغفره الله هو الشرك بالله. صح صح عقيدتك صح عقيدتك. نسمع شي واحد يقول له والله لو كان ما فلان إلا لو كان مشيت، هذه تكتب لها لأنك نسبت النفع والضر لعبد. ولكن قل لولا فضل الله بواسطة كذا، هذا غير واسطة. كما قال ذاك السيد: من أنت يا من أنقذني الله بك؟ ماشي شكون أنت يا اللي أنقذني، من أنت يا من أنقذني الله بك؟ شو النص فيه كتحدد الكلمات باش يكون الإنسان موحد. وديوان يبقى في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، فهو الذنوب التي بينك وبين ربك. وديوان لا يترك الله منها شيئا، فأبى الحق ألا يدخل أهل الجنة الجنة وعليهم حقوق لأهل النار، ولن يدخل أهل النار إلى النار ولهم حقوق على أهل الجنة، حتى يقتص من الجميع. القصاص القصاص القصاص. فالله نسأل أن يباعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب. كنت أنا سيدي نتبع لك الدرس لأول مرة أو آخر مرة، فلاحظت بعض الأمور لا أدري أهي شرعية أم غير شرعية. يعني هل كان من سبقون في الإيمان والعلم كان ابن تيمية وابن القيم والشافعي تطرح مثال الإسلام تثير إجابات تجعل عيني تجفان من الدمع، بمعنى نكون في جو رباني وفجأة تنطبط مشاعرنا بالإيمان. ولذلك الإمام مالك رضي الله عنه كان إذا جلس معه التلاميذ في مجلسه ليتدارسوا الفقه، الفقه عاد الفقه، فإذا تدارسوا الفقه نسوا ربهم في الفقه ونسوا الله، وارتفعت أصواتهم فقال: قوموا عني واذهبوا إلى فلان ورققوا قلوبكم، لأن هذا العلم لا ينتفع به إلا من واصل قلبه بالله. هذه في الفقه والناس تقسى القلب بتاعها. يقول له الآخر: ماذا يقول الشارع في غسل كذا ومواقف الوضوء وكذا؟ إلا ما ربطهاش بسيد ربي مشات الناس، مشات اللي ما عنده إيمان يبقى يضحك ويقهقه ويدير يحسب له ماشي يدين وكذا. ها؟ أما الأسئلة اللي يعطوها شي ناس، شي أسئلة اللي تهود لك الإيمان، هذه هي حالتنا وهذا واقعنا. ولو كنت ممن يستمع إلى أسئلة العوام لرأيت عجبا، ثم لزال عجبك حينما تعلم أننا من أجهل الناس بدين الله، حتى يسأل الرجل فينا وهو يصلي 40 عاما يسأل عن البديهي والمعلوم من الدين بالضرورة ولا يعرفه. 40 عام أنا نجلس معهم نقول له اقرأ الفاتحة، يقول لك بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ما إياك نستعين ما إياك اهدنا الصراط، يقول اهدنا الصراط تا مشان صراط المغضوبي، يقول المغضوبي يدل لها الشام أنعمتا، يقول أنعمتا واش كاين شيء العامة العامة اللعمة أنعمتا النعمة، هذا يصلي. غير المغضوب عليهم الضالين، يقول لك الضالين الضاع الضاع بحال الظل، يا ربي بعدنا على الطريق نتاع الظل، بغينا الظل احنا، هو يقول بعدني على الظل. هذه الفاتحه هذه. واحد السيد يصلي مع الناس يقول سمع الله لمن حمده، ومنين يطلع يقول ربما ولك الحمد. قال له واحد سمع وقال له ودي واش راك تقول؟ قول قول واش راك تقول من ترى؟ قال له نقول ربما ولك الحمد، ودي حتى هكذا. قال له واش تقول؟ قال زعما ربما ربما. قال له يا اخي هذا الشرك احنا نقولوا ربنا ولك الحمد، غيرنا غيرنا. ربنا ربنا ولك، راه يقول لا ربما ولك الحمد. اما نسقسيهم على التحيه، واحد قال لي نقول التحيه 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 السلام. نقول لهم واش راكم تقولوا؟ غير المره في هذا الدرس التالي قلت لهم في واحد الجامعه، قلت لهم منين تركعوا واش مو تقولوا؟ تا واحد في الباديه، مشيت درت واحد الدرس في الباديه، الناس تاع البوادي وتشوفوا الغريبه.
قلت لهم بس ما تقولوا منين تركعوا، ما عرفوش من وين الركوع، حسب لهم الركوع هي الوجه. قلت لهم بعد الركوع هي منين تثني روحك، السجود هو منين تدير وجهك على الارض، غير باش تفهموا واسمه هو الركوع. ما عرفوا لا ركوع ولا سجود ولا جلسه بين السجدتين ولا حميضه، غير غادي والسلام. قلت له الركوع منين ديروا هكذا شنو نقولوا؟ انا قلت له اسمعكم ديروا سب 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 سب، واش تاكل الضرب المشوش؟ سب 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 سب. كل واحد واش قال؟ واحد قال نقول السجود للواحد القهار، وراه السجود وراه حتى راك راكع، راكع حسابو السجود، السجود للواحد القهار راك راكع. كل واحد واش يقول؟ واحد يقول سبحان الله، واحد يقول لا حول، واحد يقول كل شكون؟ لا يجتمعون على رأي واحد ولا يصلون صلاة واحد. حتى قلت لهم يقولوا سبحان ربي العظيم ثلاثة نتاع المرات، وقلت لهم من تسجدوا واش تقولوا؟ كل واحد واش يقول؟ حشومة إلى زوج نتاع الناس صبتهم متفقين على كلمة، كل واحد بعد ما من اللي قلت لهم التحية قولوها، وعلاش تقول لي عليهم هنا 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 هنا؟ كنا نعرضوا بعضنا بعض التحيه والله غير نعرقوا بالعشومه. خليها خليها وكخليها، حنا نديروا روحنا نتكلموا في الحوايج اللي زعما احنا عفارت عفارت. روح الوضوء ديال السيد، روح شوف له الوضوء، روح شوف له الغسل الجنابه، روح شوف. هذا الباديه اللي درت فيها الدروس، كنت عارف واش السؤال اللي كيعطيوه ماشي تبقى غير تضحك. اللي ما عندوش القلب وما عندوش الايمان وما يعرفش الكلام ديال ذوك الاعراب مساكين هذوك الاخرين، والله ملي يقول ذاك الكلام الى بنادم الى زعما، ولكن هذاك هو هذاك الشيء. يقول لك اسيدي الله يرحم والديك انا راني غادي في الطريق، ما نقولهاش ما نقولهاش. ايوا الساعه كيلو وكي ندير واسمه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. من ذلك ماشي العيب تقول زعما من اللي راه معطوا الاسئله يهودوا ايماننا، هذا واقعنا، هذا واقعنا هكذا. راح علاقتنا مع الدين كاع، ما تزوق ما تزور ما تزوق، هذا هو معنا، هذا الحاضر ما تسيناش ما تسيناش. ودوروا شوفوا لا 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 علاقة الناس بالدين كي دايره. طولت عليكم، الله يجعل مولانا يرفع درجتكم في عليين، والله يجعل كما اجتمعنا نجتمع احبابنا رسول الله، والله يعتق رقابنا ورقابكم من النار. سنعود في الاسبوع القادم للحديث عن تقسيم الذنوب، ثم بعدها كيف تصير الصغائر كبائر، ثم ثالثا اذا اطال الله العمر اثر الذنوب على الفرد والمجتمع والامه. الله تعالى على وجهه.